بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين. ما زال يوسف يحاول إنقاذ مصر من هذه المحنة. إن يوسف يعلم الناس حتى يزرعوا ويدخروا لتستطيع البلاد النجاة من هذه المحنة الكبرى. ولكن هناك صراعات تحيط بقصر الملك ولا يستطيع التحكم فيها، خصوصا من قبل كهنة المعبد. يا شورى، يبدو أن العزيز في آخر أيامه. ولماذا تقول هذا أيها القائد زخار؟ إنه يعاني مرضاً شديداً. ألي هذه الدرجة أنت ترى أنه في مرضه الأخير؟ إنه أمر محزن، هو لا يدري بما يدور من حوله. والسؤال الآن، ماذا نحن فاعلون إذا مات عزيز مصر؟ لا أعرف يا زخار القائد، ماذا ستفعل مولاتي إذا مات زوجها؟ ستكون كارثة بكل المقاييس. ربما رحلت عن هذه البلاد أيها القائد. أصارحك بأنني لست متفائلاً بمستقبل هذه البلاد. هل لأن الصراعات في كل مكان؟ نعم، صراع الملك مع المعبد والكهنة. سأذهب إلى سيدتي زوجة العزيز الآن. وأنا سأذهب إلى العزيز لأطمئن عليه. ماذا لو مات عزيز مصر يا زخار؟ ماذا تقول يا مولاي؟ أنت بخير. لقد نشأت شاباً محارباً مقاتلاً مدافعاً عن هذه البلاد. رأيت الموت بعيني في معارك كثيرة، وضعت روحي فداء لهذه البلاد. وأنت الآن عزيز مصر والرجل الثاني فيها يا مولاي. في إحدى المعارك الحربية ضد الغزاة سوموني على روحي لأنطق بأسرار عن مخازن السلاح والغلال. رفضت، فجلدوني بسياط منغمسة في الزيت. جلدوني حتى شعرت بأن ظهري قد انخلع من جسدي تماما. وبالرغم من ذلك لم أعترف بأي شيء، لم أنطق بأي كلمة واحدة في الأسر يا زخار. ولما عدت إلى بلدي بعد أن حررني جنود مصر، بعث إلي الملك ليقابلني في قصره، وكانت أول مرة أدخل فيها قصر الملك. قلدني الملك وساما أمام ملوك الأرض، ثم نصبني نائبا له على الجيوش كلها.
ثم نصبني عزيزا لمصر، والرجل الثاني في البلاد من بعده، وها أنا الآن أموت ومصر تواجه الجفاف يا زخار. ها أنا أترك مصر وهي مقبلة على مجاعات وجفاف. الأمور ستكون بخير أيها العزيز، استرح الآن، فمصر في حاجة إليك. الحياة لا تتوقف على عزيز ولا ذليل يا زخار، الحياة تستمر. سوف نعيش أفضل يا مولاي وأنت معنا. هل ستصدقني إذا قلت لك إن الحياة أصبحت صغيرة في عيني؟ ماذا لو عادت بي الأيام ولم ألتقي بيوسف؟ ماذا لو أن الحياة ليس بها يوسف؟ ماذا لو أن الحياة ليس بها حب ولا عشق ولا شغف؟ ماذا لو عادت أيامي الهانئة مع زوجي؟ إن انهيار المرأة يبدأ من لحظة عشقها. مولاتي مولاتي، إن مولاي العزيز حالته الصحية متأخرة، وقد بعثنا في طلب الطبيب. هذا ما كنت أتوقعه لرجل طعن في كرامته. ماذا تقولين يا مولاتي؟ أنت ما زلت ملكة متوجة. مع الوقت اكتشفت أن مملكة الأنثى بداخلها هنا في قلبها وليس في تاجها. أعرف بماذا تشعرين، أشعر بألمك. إن انهزام امرأة أمام رجل قد تعد مصيبة حقا، ولكن انهزام رجل أمام رجولته هو موت بطيء. ربما حانت لحظة الفراق يا عزيز مصر، وقد أدركت أنك ظلمت يوسف كثيرا، وربما صعد يوسف إلى مكانة أكبر مما يتخيل الجميع في هذه البلاد. لا أستطيع أن أتحمل عليك الألم يا مولاي، فأنت حب العمر وزوجي وسندي في هذه الحياة. ربما سقطت من على ظهر حصاني أمامك يا زوجتي فلم تستطيع إنقاذي، وربما سقطت أنت يا حبيبتي من عيني فلم تستطيع صعود مرة أخرى إليها. علي أن أتحمل كل هذا الألم وكل هذا اللوم الرهيب، فأنا من أخطأت في حقك. أنت من أخطأت في حقك أنت يا زوجة العزيز. إذا عاد بي الزمن لقتلت نفسي قبل أن أعشق. الموت الموت أريد الموت الموت، اخرجي الآن من أمامي، اخرجي اخرجي. لا لوم عليك ولا عتاب، فأنت من وقفت أمام اللهب لتحرق قلبك المسكين يا زوجي. وهل لامرأة مزقت قلب زوجها أن تعود ليغفر لها؟ ألا تعلم النساء أن هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الرجال؟